السلام عليكم. من زمان ما مرينا على هالمكان، تذكرون اول فيديو نزلناه على هالقناة كان من هذا المكان، من منطقة حمام المنقوشة، تحديدا بالقرب من مؤسسة بيتنا. من زمان على فلوقات، تعالوا ناخذكم جولة مؤسسة بيتنا وبالمتحف الخاص بيها. طبعا مؤسسة بيتنا هي مؤسسة تراثية ثقافية تهتم بالتراث الموصلي ونينوى بشكل عام. تأسس من قبل مجموعة من الشباب حتى يرجعون تراث نينوى ويحافظون عليه وعلى بعض الآثار الموجودة فيه. فناخذكم جولة من داخله. ومثل ما نشوف هاي مجموعة عندنا هنا من الصور الخاصة بالزيارات اللي جت لهاي المؤسسة، مواجهة التراثيات والآثار الموجودة والمحفوظة بهاي المؤسسة. عندنا هاي صور لمجموعة من الرموز والشخصيات العربية والعراقية والموصلية. وهسه هاي الغرفة الخاصة بالشغلات النحاسية الأثرية. مثل ما نشوف هاي تقريبا الخياطة القديمة. عندنا هنا مجموعة منوعة من النحتيات والبازات. كذلك هنا عندنا بعض الوثائق والجرائد القديمة. وعندنا هنا هاي الجنطة القديمة الحديد، الراديوات والمسجلات، راديوات القديمة. كذلك التلفزيونات موجودة بأنواعها وبأحجامها. فمثل ما ذكرت لكم هاي المؤسسة هي مؤسسة ثقافية تراثية تعنى وتهتم بجمع الآثار والرموز والأدوات والحاجيات القديمة الخاصة بنينوى بشكل عام، العراق أيضا كذلك. هسه نكمل جولتنا باقي أقسام المؤسسة. راح ننتقل للمتحف كذلك ناخذ كم لقطه منه. هاي متحف ايضا موجود بمجموعه من الاثريات، كتب قديمه، مخطوطات قديمه. هنا طبعا متابعينا هسه الاستاذ اسامه راح يحكي لنا عن اثريات ونحاسيات واللوحات الموجوده متحف مؤسسه بيتنا، وراح يعطينا بعض التفاصيل منها تاريخيه وزمان مالتها واساسها وعراقتها. هذه خرمانات عثمانيه لتفويج اسناد اماره الحج الى حسين باشا الجليلي اللي هو كان والي الموصل، وهذا الفرمان الثاني توجيه ولاية الموصل إلى الغازي محمد أمين بن باشا بن حسين باشا الجليلي، اللي هو كان أول والي عربي يصير والي على أحد الولايات، يعني أحد الولايات العثمانية ذاك الوقت. تمام. هذه بقجة من أحد العوائل الموصلية المنقوشة بخيط الذهب، إنه العروس ما تطلع منها إلا إذا ما يجيبوا لها 10 قطع أو أكثر، فهذه أهدونا هاي القطع.
هذا المجلسي هو اللي قعد عليه الملك فيصل الثاني خلال زيارته للموصل سنة 52 بافتتاح معمل السكر. هذا المصحف هو القاضي فيصل حديد اللي هو أحد قضاة الموصل. عمر هذا المصحف ما يقارب 90 إلى 100 سنة، وهذه قطعة من ستار الكعبة أيضا، وهذه ميدالية أهدانا إياها البابا فرانسيس. هذا إنجيل وصليب لأحد العوائل المسيحية اللي عائلة السوفي، بيت السوفي سموه. هذولي ما طاقوا يأخذون أغراضهم من طلعوا أثناء دخول داعش، فأمنوا هذا الإنجيل والصليب يم عائلة مسلمة، وبعد ما تحررنا اتفقوا أن يحطوه بمكان يكون رمزية للتعايش السلمي بين الأديان. نعم. هاي مجموعة من الأسلحة اللي كانت تستخدم ذاك الوقت، من ضمنها السيف العثماني، هاي البندقية، الصاج البورمي، وهذا المقوار لأحد شيوخ البقارة اللي شارك الثورة العشرين. مجموعة من أدوات الحمام اللي كانت تستخدم ذاك الوقت. أعتقد هاي كان يعني الرجال يستخدمونها. رجال أو نساء يستخدمونها إنه يأخذون أغراض الحمام بها. نعم. تسمى المعدسي. معدسي. يأخذون أغراض الحمام بها، وهاي معدسي مال الذهب، وهاي طاسات مال الحمام رجالية ونسائية. هاي المكحلي، وهاي الخواتم اللي كانت تستخدم كأختام أيضا، وهاي معدسي للذهب. حلو، خوش معلومات. هاي مجموعة من الدلات اللي كانت تستخدم ذاك الوقت. هذه الدلات اللي رقم واحد اللي هي لجنوب الموصل منطقة القيارة تحديدا. نعم. هاي تبدأ من غلي القهوي إلى المصب آخر عملية بالدل. هاي رقم اثنين هي لمنطقة ربيعة. رقم ثلاثة لمنطقة الحضر. رقم أربعة للموصل قضاء الحصر. هاي مجموعة من الأدوات المطبخ اللي أواني الطبخ يعني. أواني الطبخ اللي كانت موجودة ذاك الوقت، من ضمنها الصفرطاس والسطلي. وعندنا هذه الطاس اللي عمرها تقريبا 123 سنة. هذه طول النقش مالها ما يقارب 8 أشهر، من يعني من سنة لسنة، من شتاء لشتاء، حتى بس يكمل النقش مالته. هذه مجموعة من الأدوات المنزلية اللي كانت تشتغل ذاك الوقت، من ضمنها هاي المقص، مقص الصوف، وهاي الأمشاط مال الصوف، وهاي المحبرة، وهذا جرس لمدرسة العراقية من المدارس، كاوية اللي بالفحم أعتقد. هاي بالضبط بالفحم. هذه الفحم. بس هاي اللي ما عرفته. هاي. هذه فاس لتكسير الشكر كله. الشكر كان يجي أشبه بحجارة كبيرة ويكسرون به، فهذه كانت يستخدموها يكسرون بها الشكر. وهذه المسغجي اللي هي تستخدم للإضاءة يعني كانت. نعم. هاي مجموعة من الأدوات. هاي العراق صوبة الدين على الدين، وهاي زنبيل أو هاي سميها سلك أنت قلت. زنبيل المجغشي. المجغشي إحنا نسميها عندنا بسنجار رحاء. أي. اللي هي نجرش بها الحنطة أو الطحين حتى يطلع منها. يعني كان للغسل، غسل الملابس. هاي البغنية، ذاك الجاون، وهاي الثلاجي كانت تستخدم ذاك. هاي مجموعة من المزهريات. اعتقد هاي عضو، هاي تستخدم مثل العطر او شيء للعطور. تستخدم للماي، ماي ورد يخلون. نعم. داخله يسموها الكلبدان. كلبدان. كلبدان بالضبط. هذه اي اعتقد لعبه. هاي هذه لعبه الفر. نعم، لعبه فر. هاي مشابه لعبه المحيه، بس يخلون فد شيء قطعه صغيره. أي. ويفروهم يقدرون يلعبوها بها قوانين خاصه. نعم. عندنا هاي هذا تقنيات المرحوم واثق الغضنفري، الاعلام الشهيد الموصلي واثق الغضنفري الله يرحمه. يعتبر واثق الغضنفري حارس للتراث الموصلي. نعم، معروف الاستاذ، غني عن التعريف الاستاذ واثق الغضنفري. كان له برنامج موجود على قناه الموصليه العراقيه. عندنا هسه راح يشرح لنا ايضا الاستاذ على هاي الازياء الخاصه بالهالي نينوى وكافة طوائفهم مختلفه. طبعاً هو الفكرة من الأزياء أنه أكو فد عرس لشخص موصلي، فهذا الشخص داعي كل أطياف نينوى اللي موجودة. نعم. ومن ضمنها زي العربي وزي أهل الأرياف والقرى اللي كانوا موجودين خارج الموصل. هي. يعني جنوب الموصل، القرى المحيطة بالموصل. نعم. هذا اللبس اليزيدي للرجل اليزيدي. نعم، هذه الأهالي نمس نجار من اليزيدية، أيضاً موجود جزء من تراثهم في مؤسسة بيتنا. هذه امرأة يزيدية، وهذا زي تركماني، تركمان الموصل. نعم.
وهذا الزي الكردي، هذا الزي البدوي اللي هو لجماعة شمر. نعم. جماعة البدو يعني اللي كانوا موجودين ذاك الوقت. وآخر واحد هو زي الشبكة. زي الشبكة. وهذا الزي لخاتون الموصلية. هذا الزي للأفندي. نعم. المصلاوي. الأفندي المصلاوي. هذه زي الفليحي اللي هي للمزارع المسيحية. هذا الدمير المصلاوي اللي كانوا يلبسون المسيحيين والمسلمين بذاك الوقت. هذا زي لجدة موصلية. وهذا زي الآثوري أو الآشوري. أشكر الأستاذ حسام على هاي المعلومات الحلوة والقيمة اللي زودنا بيها كافة أقسام المتحف. هاي مجموعة من اللوح الخاصة بالحضارة العراقية، هاي خاصة بالحضارة السومرية. إن شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم، فلا تنسونا من الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو.